أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدعى للجور يا ربي دعامة إلا قسمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهنتها ولا ركنا إلا هدمته ولا حدا إلا فللته ولا سلاحا إلا أكللته ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلته ولا جيشا إلا خذلته. وارمهم يا ربي بحجرك الدامغ واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحث الدولة المارقة، ولا زال الكلام في العنوان السادس اليوم الموعود في القرآن، ووصلنا إلى الشاهد الرابع عشر. العنوان للشاهد الرابع عشر البشارة نصر من الله وفتح قريب. البشارة نصر من الله وفتح قريب. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذه هي البشارة. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن الله وعد بأنه سيتم نوره. إذن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن أيضا هذا وعد آخر من الله سبحانه وتعالى بأنه سيظهر دينه وكل الدين على باقي الأديان، على باقي الأفكار، على باقي الملل، على باقي النحل، على باقي التوجهات. إذن هذا وعد إلهي وهو إظهار الدين. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن عندي الله متم نوره، والله سبحانه وتعالى سيظهر دينه في آخر المطاف، في آخر الزمان، في
آخر الأحوال، في آخر الظروف، في آخر الطور، في نهاية الأطوار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن ما هي التجارة التي تنجي من العذاب الأليم؟ هي الإيمان بالله وبالرسول والجهاد في سبيل الله بالأموال وبالأنفس. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن تجارة تنجي من العذاب الأليم، ما هي التجارة؟ الإيمان بالله وبالرسول والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. ما هي النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن انتهى الأمر، انتهت التجارة، انتهى العقد التجاري، بيع وشراء، أخذ وعطاء. إذن نقول إلى هنا انتهى. لكن لاحظ الشاهد القرآني، لاحظ القرآن الشريف، لاحظ المعاني القرآنية. انتقل إلى تجارة أخرى، انتقل إلى حصة تجارية أخرى، انتقل إلى مورد تجاري آخر، انتقل إلى توجيه آخر، انتقل إلى قضية أخرى في مقابل القضية الأولى، في مقابل التجارة الأولى. يقول سبحانه وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه بشارة أخرى، وبشر المؤمنين. التفت جيدا ما هذه المعاني السامية الراقية الرسالية المتضمنة للوعد وللوعود الإلهية الصادقة. إذن إتمام النور وإظهار الدين وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. إذن إتمام نور، إظهار دين، نصر وفتح. إذن نرجع نقول: عندي إتمام نور، عندي إظهار دين، بعد هذا عندي تجارة تنجي من عذاب أليم. ماذا فيها؟ فيها إيمان بالله وبالرسول، وفيها جهاد بالأموال والأنفس. مقابل هذا، مقابل هذه التجارة، عندي تجارة أخرى، وهي: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. التفت جيدا، يوجد إشارة يقول وأخرى تحبونها، مع العلم، مع العلم بأن النصر والفتح ممكن أن يتحقق من خلال التجارة الأولى، من خلال التجارة التي تنجي من عذاب أليم. أيضا فيه جهاد، جهاد بالأموال والأنفس. إذن هنا يتحدث عن جهاد آخر، يتحدث عن نصر آخر، يتحدث عن فتح قريب آخر، يتحدث عن بشرى أخرى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا المقتبس أو هذه المقتبسات من سورة الصف. إذن في النتيجة يوجد إظهار للدين، يوجد إتمام للنور، يوجد نصر وفتح قريب. أين هو؟
هل تمتع عيسى عليه السلام بهذا؟ هل تمتع أنصار عيسى؟ هل تمتع الحواريون بهذا الإتمام للنور وبإظهار الدين وبالنصر والفتح القريب؟ هل تمتع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الرسول والصحابة الأخيار؟ هل تمتعوا بهذا الإظهار والإتمام للنور وإظهار الدين والفتح والنصر القريب؟ هل تمتع الحواريون وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تمتع الجميع؟ جميع هؤلاء تمتعوا في التمكين وحصول النصر والفتح القريب؟ هل عاشوا هذه الحالة؟ هل عاشوا هذا الطور؟ هل عاشوا هذه الفترة؟ هل شهدوا النصر؟ هل شهدوا الفتح؟ هل شهدوا التمكين؟ إتمام النور؟ إظهار الدين؟ أين هم من هذا؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ينتظرون؟ المسيح ينتظر المهدي عليه السلام، الحواريون ينتظرون المهدي عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر المهدي عليه السلام، الصحابة الأخيار صحابة النبي، الصحابة الراضون المرضيون ينتظرون المهدي، أهل البيت ينتظرون المهدي عليه السلام كي يشهدوا النصر والفتح، كي يشهدوا التمكين وإظهار الدين وإتمام النور. إذن أقول، أولا انتصرت الإرادة والقدرة الإلهية على معسكر الكفر والشياطين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله. إذن هذا العنوان الأول، إذن أرادوا أطفاء النور، إنهاء النور، إعدام النور، دفن النور، لكنهم لم يتمكنوا، كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليس فقط لا يقدرون على دفن النور وإنهاء النور وإعدام النور، وإنما سيبقى النور ويتسع النور وسيحصل إتمام للنور وتمكين للدين وإظهار للدين ونصر وفتح قريب. إذن أقول انتصرت الإرادة والقدرة الإلهية في على معسكر الكفر والشياطين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله تعالى. ثانيا، بقي الوعد الحق والبشرى بالنصر والفتح وإتمام النور وإظهار الدين الذي ننتظر جميعا تحققه بإذن الله تعالى. ثالثا، بشارة إلهية. إذن نقول ثالثا، بشارة إلهية يبلغها عيسى عليه السلام، فيبشر برسول الله أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بل إنها بشارة موسى في التوراة، وقد صدقها وأكدها عيسى عليه السلام في الإنجيل. ماذا قال عيسى؟ الخطاب لبني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. إذن أقول إنها بشارة موسى في التوراة، وقد صدقها وأكدها عيسى عليه السلام في الإنجيل. رابعا، بشارة موسى التوراتية، ثم بشارة عيسى الإنجيلية، ثم تأتي البشارة المحمدية القرآنية التي تبشر بالمهدي خاتم الخلفاء، خاتم الخلفاء الأئمة المصلحين عليه السلام، الذي يكون على يديه النصر والفتح القريب. قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقد جعل القرآن هذا المعنى في مقابل الجهاد بالأموال والأنفس، والذي يحتمل فيه أيضا نصر وفتح. الجهاد هذه التجارة الأولى، التجارة المنجية، أيضا فيها جهاد بالأموال والأنفس، وفي هذا الجهاد أيضا يحتمل فيه النصر والفتح.
يقول وقد جعل القرآن هذا المعنى في مقابل الجهاد بالأموال والأنفس والذي يحتمل فيه أيضا النصر وفتح. قال تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لكن هذا الجهاد والنصر يختلف عن النصر والفتح القريب البشرى للمؤمنين الذي يكون في خلافة المهدي الموعود عليه السلام. خامسا البشرى والوعد الإلهي يشمل الحواريين أنصار عيسى عليه السلام حتى يصبحوا الظاهرين، فلا بد من رجوعهم في آخر الزمان لينالوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. إذن غيبة عيسى وموت الحواريين، ظهور عيسى ورجعة الحواريين، فلا بد من رجوعهم في آخر الزمان لينالوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بإمامة وخلافة وقيادة المهدي ووزارة عيسى المسيح عليهما الصلاة والسلام. الشاهد الخامس عشر، الشاهد القرآني الخامس عشر، الإمام المستضعف الوارث. قال الله تعالى في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون القصص. أقول المعنى واضح في التمكين للمستضعفين وإمام المستضعفين عليه الصلاة والتسليم، فمتى يحصل هذا التمكين وعلى يد من؟ ولا يخفى عليكم أن فرعون وهامان وجنودهما قد ماتوا قبل التمكين، بل حتى قبل التمكين المحدود الذي حصل لاحقا وحكم فيه أنبياء وملوك بني إسرائيل. فمتى سيشهد ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منه من نصر الله المستضعفين أو للمستضعفين وتمكينهم في الأرض؟ فمتى سيشهد ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منه من نصر الله المستضعفين وتمكينهم في الأرض؟ متى يحصل هذا؟ لا يوجد جواب إلا بالقول برجعة فرعون وهامان وجنود فرعون وهامان حتى يشهدوا التمكين، حتى يشهدوا النصر والفتح القريب، حتى يشهدوا ما كانوا منه يحذرون. العنوان أو الشاهد السادس عشر، من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. العنوان السادس عشر أو الشاهد القرآني السادس عشر، من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إذن هذه هي أيام الله. وهنا أيضا عندي خروج وإخراج من الظلمات إلى النور، وأيضا قبل هذا كان عندي خروج وإخراج من الظلمات إلى النور. إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. هل يحتاج الله سبحانه وتعالى، هل يحتاج الله لإيمان زيد أو عمر أو بكر أو خالد أو جعفر أو مهند أو كريم أو سين أو صاد من الناس؟ الله غني عنهم، الله غني عن الجميع. فمن كان مع الله، فمن كان لله، فمن كان في طريق الله، هل يحتاج إلى إيمان الناس؟ هل يفتقر إلى إيمان الناس؟ أو هو غني عن الناس، غني عن الجميع لأنه مع الله سبحانه وتعالى. فهل النبي يحتاج إلى إيمان الآخرين، إيمان الصحابة وغير الصحابة؟ هل أهل البيت يحتاجون إلى إيمان الصحابة وإيمان الشيعة وغير الشيعة؟ هل الصحابة يحتاجون إلى إيمان غيرهم؟ هل الصحابة يحتاجون إلى إيمان الآخرين، إلى إيمان باقي الصحابة، إلى إيمان التابعين، إلى إيمان تابعي التابعين، إلى إيمان الناس التي تعيش في هذا العصر في هذا الزمان؟ هل أئمة المذاهب، هل العلماء، هل الأولياء، هل يحتاجون إلى إيمان الأتباع، إلى إيمان المقلدين، إلى إيمان الناس، إلى كثرة المؤمنين؟ وهم الأئمة، الصحابة، الأنبياء، الأولياء، هم مع الله، هم في طريق الله. الله غني عن العالمين. المؤمن السائر في طريق الله غني عن العالمين. فهل يحتاج علي سلام الله على علي إلى كثرة المتشيعين والشيعة؟ هل يحتاج أبو بكر وعمر، هل يحتاج الخلفاء إلى كثرة المتسميين والسنة؟ هل يحتاج علي وأبو بكر وعمر وباقي الصحابة، هل يحتاجون إلى كثرة الأتباع، إلى كثرة من يتشيع لهم؟ من كان في طريق الله، من كان مع الله، فلا يحتاج إلى الناس، فهو غني عن الناس. قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني أن موسى عليه السلام غني عنكم، لا يحتاج لهذا الإيمان لأنه مع الله. الله غني عنكم، فموسى غني عنكم، فمحمد صلى الله عليه محمد ومحمد غني عنكم، فأهل البيت في غنى عنكم، الصحابة في غنى عنكم. يقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إذن وصف لي حالة، وصف لي واقع الرسل والكلام عن الرسل وعن عنوان عام يشمل الرسل وصيغة الجمع استخدمت في الخطاب القرآني بخصوص الرسل وأيضا بخصوص الأقوام. قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وقال جاءتهم رسلهم بالبينات، إذن يتحدث عن مجموع الرسل وعن مجموع الأقوام، عن مجموع الممثلين للخط الإلهي وللرسالة الإلهية، وعن مجموع الجاحدين والكافرين والمشككين. التفت إلى الخطاب كأنما الخطاب هو خطاب واحد، تعددت الألفاظ والأساليب لكن المعنى هو معنى واحد. جاءتهم رسلهم بالبينات، هذا عنوان، هذا معنى واحد. ما هي النتيجة؟ ما هو رد الفعل من كل الأقوام؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بعد هذا أيضا كلام واحد، معنى واحد، بالرغم من اختلاف الأزمان والأماكن والألفاظ. يقول قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، إذن الجميع قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، إذن كل الإجابات كانت تتضمن هذا المعنى، تتضمن التأجيل مع الصبر. إذن يوجد صبر ويوجد تأجيل، يوجد انتظار. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أيضا إجابة واحدة، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن التوكل على الله والسلطان يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، على يد هذا الشخص أو على يد ذاك الشخص، على يد هذا النبي أو ذاك النبي، هذا الإمام أو ذاك الإمام، هذا الخليفة أو ذاك الخليفة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لاحظ سبل عديدة، أنبياء كثر وأئمة كثر وأولياء كثر والطريق واحد، سبل كثيرة لكن كل السبل الصحيحة النقية التقية تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، توصل إلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أقول هنا أمور بالإضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل.
أقول هنا أمور. الأمر الأول أليف، الخطاب في النص القرآني الشريف غير مختص بالمؤمنين، فجاء بعنوان الناس والقوم، إضافة إلى أن فعل الهداية والإخراج نسب إلى النبي الرسول إلى موسى وخاتم الأنبياء والمرسلين عليهم وعليه وآله الصلاة والتسليم، فلم ينسب ذلك إلى الله تعالى بالمباشر أو بالمباشرة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج، خطاب وتوجيه وتبليغ وإرشاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات. إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن يا موسى، سلام الله على موسى، أيضا هذا خطاب لموسى وتوجيه وإرشاد لموسى وأمر لموسى، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، لاحظ من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود. إذن تحدث هنا عن قوم وذكر عنوان القوم. أيضا الآيات السابقة قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، إذن عندي الناس، عندي قوم، عندي قوم نوح وعاد وثمود، وعندي الذين من بعدهم. إذن ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذن استعمال واستخدام لألفاظ فيها عموم، فيها عنوان الناس، عنوان القوم والأقوام. إذن عندي قلنا هنا أمور: الأمر الأول أليف، قلنا الخطاب في النص القرآني الشريف غير مختص بالمؤمنين، فجاء بعنوان الناس والقوم. باء: نجد في سورة البقرة خطابا موجها إلى المؤمنين، نجد في سورة البقرة خطابا موجها إلى المؤمنين، وأن فعل الهداية والإخراج أيضا في تلك الآية في سورة البقرة، وأن فعل الهداية والإخراج من الظلمات إلى النور نسب إلى الله تعالى مباشرة وليس للنبي ولا لرسول ولا لكتاب سماوي. قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ هذا الخطاب في سورة البقرة ماذا قال؟ قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الآن الفعل ينسب مباشرة إلى من؟ ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وإخراج من الظلمات إلى النور لأي صنف من الناس؟ للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. التفت جيدا، إذن الخطاب هنا يختلف، يفرق عن الخطاب هناك. هذا باء. جيم: أقول يستفاد من المعاني القرآنية على أن الظلمة والنور معاني نسبية، فممكن أن يكون الشيء نورا بالقياس إلى ما هو أدنى منه، فيما يكون نفس الشيء ظلمة بالقياس إلى ما هو أرفع وأعلى منه.
فعندنا مرحلة نور وإيمان تترتب على فعل الرسل وإخراجهم للناس من الظلمات، ويكون ذلك النور بمثابة ظلمة يكون فيها المؤمن، فيحتاج إلى تدخل إلهي وفعل إلهي لإخراج المؤمن من تلك الظلمة إلى النور الأرقى والأجلى. وهذا المعنى والتدرج في الإيمان والرقي في النور يحتمل أن يراد به أو يرجع إليه معنى الاهتداء الذي يترتب على الإيمان. إذن عندي، التفت جيدا، عندي ظلمة، يتدخل الرسل، يتدخل طريق الهداية، الإعاز، التوجيه، الإرشاد، ينقل الناس، ينقل القوم، الأقوام، الناس، ينقل هؤلاء من الظلمات إلى النور. بعد هذا صار المؤمنون في نور، لكن هذا النور بالقياس إلى نور أرقى وأجلى منه، وهذا عبارة عن ظلمة، هذه ظلمات مقابل ذاك النور وتلك الأنوار القدسية الأجلى والأنقى والأرقى والأقدس. هنا يأتي الجعل الإلهي، الفضل الإلهي، النعمة الإلهية، فترتقي بهذا المؤمن إلى النور الأعلى الأرقى الأنقى الأقدس. وقلنا من تطبيقات هذا النور هو الاهتداء إلى الإمام، إلى خط الإمام، إلى الولاية، إلى ولاية أهل البيت، إلى معرفة الإمامة، إلى معرفة الولاية، إلى معرفة الولي، إلى معرفة الإمام، إلى الاقتداء بالإمام والتمسك بالإمام والثبات على خط الإمام. أي إمام؟ حسب المعتقد، حسب الأطروحات، حسب الدليل الذي وصل إلى الإنسان، حسب عقل الإنسان وذهن الإنسان وثقافة الإنسان وظروف الإنسان وحياة الإنسان. أقول جيم يستفاد من المعاني القرآنية علىها أن الظلمة والنور معاني نسبية، فممكن أن يكون الشيء نورا بالقياس إلى ما هو أدنى منه، فيما يكون نفس الشيء ظلمة بالقياس إلى ما هو أرفع وأعلى منه. فعندنا مرحلة نور وإيمان تترتب على فعل الرسل وإخراجه من الناس من الظلمات، ويكون ذلك النور بمثابة الظلمة يكون فيها المؤمن، فيحتاج إلى تدخل إلهي وفعل إلهي لإخراج المؤمن من تلك الظلمة إلى النور الأرقى والأجلى. وهذا المعنى والتدرج في الإيمان والرقي في النور يحتمل أن يراد به أو يرجع إليه معنى الاهتداء الذي يترتب على الإيمان. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. توبة وإيمان وعمل صالح، بعد هذا ماذا يحصل؟ يوجد رقي آخر، يوجد نور آخر، يوجد نور أرقى. يقول ثم اهتدى كما في سورة طه. إذن فنور الاهتداء لولاية أهل البيت ولمهدي آخر الزمان يمثل النور الذي يتدخل الله، يتدخل الذي يتدخل الله تعالى في جعله وتحقيقه والتفضل به على المؤمنين. إذن انتهى الكلام في الأمر الأول أليف وباء جيم. الأمر الثاني فيه أليف وباء وجيم ودال. أقول ابن كثير، أليف ابن كثير في تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه. وإلى أن يقول، يعني يذكر عدة معاني، وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه، إلى أن يقول: وفي إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. هذا ابن كثير. باء تفسير الجلالين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وقلنا له أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات الكفر إلى النور أي الإيمان، وذكرهم بأيام الله بنعمه، إن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على
الطاعة شكور للنعم. هذا تفسير في تفسير الجلالين. إذن تحدث أيضا عن الآيات وقال هي التسع، وبعد هذا قال ذكرهم بأيام الله أي بنعم الله. وهل هذه النعم يقصد بها أنه سيذكر بالآيات التسع أو بها وبغيرها أو فقط بغيرها من آيات أو من نعم التي هي معنى أيام الله؟ جيم الطبري، قال الطبري وقوله وذكرهم بأيام الله، يقول عز وجل وعظهم بما سلف من نعم عليهم في الأيام التي خلت. فاجتزأ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها، لأنها أيام، لأنها أيام كانت معلومة، لأنها أيام كانت معلومة عندهم، أنعم الله عليهم فيها نعما جليلة، أنقذهم فيها من آل فرعون بعدما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين، وغرق عدوهم فرعون وقومه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. إلا أن يقول أيضا، يقول الطبري خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب. التفت جيدا، إذن هنا أتى معنى آخر لأيام الله. هناك ذكر ابن كثير وذكر في تفسير الجلالين، ذكروا الآيات النعم. هنا الطبري أعطى، قال تدل على النعم وأيضا تدل على ما نزل من العذاب على الآخرين، أي رغبهم ورهبهم وأرهبهم، ترغيب وترهيب، ذكرهم بالنعم وخوفهم بما أنزل الله على الأقوام التي لم تسلك طريق الإيمان، التي اتخذت العناد والشك والفساد. إذن هذا معنى آخر أتى به الطبري، يقول أي خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب، وبالعفو عن الآخرين، إلى أن يقول بالنعم التي أنعم بها عليهم، أنجاهم من آل فرعون وفلق لهم البحر وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى أن يقول أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم، خوفهم بها وحذرهم إياها وذكرهم أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. انتهى مقتبس الطبري. دال تفسير القرطبي قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، أي قل لهم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى. الآن يقول أنا يعني أتيت بعدة فقرات بعدة مقتبسات، يقول الآن يقول بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم. الآن يقول الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية. الآن يقول بلاؤه، الكلام أين للقرطبي. وأيضا يقول القرطبي وقال الطبري وعظهم، وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم، أي بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة، في أيام الله من النعمة والمحنة، وقد كانوا عبيدا مستذلين، واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. ويكمل القرطبي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعمائه، وذكر حديث الخضر. انتهى مقتبس القرطبي. هذا الأمر الثاني إذا انتهينا منه. الأمر الثالث أقول الليالي والأيام في القرآن جاءت بأوصاف مختلفة منها أولا وثانيا، سنذكر عدة أصناف من الشواهد القرآنية في هذا المقام، وطبعا يوجد الكثير لم يذكر. إذن أقول أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. قال الله تعالى، إذن محور الكلام عن أيام الله، لأنه
ورد بأن يذكر بأيام الله، بأن يذكرهم بأيام الله. فما هي وما هو المقصود من أيام الله؟ هذا هو مورد البحث في هذا المقام. إذن عندي الأمر الثالث، الأيام في القرآن جاءت بأوصاف مختلفة منها. أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. قال الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الجاثية. إذن الشاهد الأول كان عندنا أيام الله. ماذا قال في الشاهد الأول؟ قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن هنا ذكر لأيام الله، لا يرجون أيام الله. الشاهد الثاني، المورد الثاني، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن هذه أيام الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، في سورة آل عمران. وقال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن أي أيام؟ أيام الذين خلوا من قبلهم، مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في سورة المائدة. الشاهد السابق: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، ذاك كان في سورة يونس. هذا أولا. قلنا أولا ما يشير إلى أيام الله وأيام الناس ويوم إكمال الدين. ثانيا ما يشير إلى التحذير من يوم القيامة ومن اليوم الموعود، يوم لا تنفع نفسا إيمانها. هذه الشواهد، هذه الأيام تشير إلى التحذير من يوم القيامة ومن اليوم الموعود. تحذير من يوم القيامة وتحذير من اليوم الموعود. يوم لا تنفع نفسا إيمانها. قال مولانا العزيز: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن تحذير من يوم القيامة. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الشاهد الأول والثاني في سورة البقرة. فقط أيضا أتى في بالي أن أذكر هذا، يحتاج إلى بحث، ولتبقى التفريعات والتفصيلات للمحصلين، للطلبة، للباحثين، إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإذا وفق من يوفق للبحث، وإلا لا يمكن أن نتصدى لكل التفصيلات ولكل الأمور ولكل التفريعات ولكل البحوث، والجميع يتفرج ولا يقدم شيئا ولا يفعل شيئا له تأثير، فقط الاكتفاء بالتفرج ونقل ما يصدر عبارة عن جهاز تسجيل أو عبارة عن آلة ناقلة أو عبارة عن ببغاء كما يعبر عن هذا أو يعبر عن هذا المعنى، لكن نحن نبرئ
الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب علينا أن نقدم ما عندنا وما نستطيع أن نقدم، وتبقى مسؤولية الآخرين. إذن أريد أن أشير هنا إلى أمر أتى في ذهني الآن. لاحظ في سورة البقرة الشاهد الأول والشاهد الآخر أيضا، الثاني أيضا في سورة البقرة، في الأول قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، في الشاهد الثاني قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. التفت جيدا، لا يقبل منها شفاعة، هنا لا تنفعها شفاعة، وهناك لا يؤخذ منها عدل، وهنا لا يقبل منها عدل. التفت جيدا، فهل يرجع هذا الاختلاف، هل يرجع هذا الاستخدام لهذه الألفاظ بهذه الخصوصية إلى وجود خصوصية في المعنى كمحتمل؟ هل يقصد من هذا، طبعا قلنا المسألة تحتاج إلى بحث، لا يقبل منها شفاعة لا تنفعها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة، الطريق طريق الشفاعة مغلق مسدود ممنوع، لا يوجد حديث عن الشفاعة وفي الشفاعة، لا يوجد شفيع، لا يوجد من يتصدى للشفاعة، لاحظ لعدم قبول الشفاعة. إذن في ذلك اليوم لا يوجد من يشفع، لا يوجد شفاعة، لا يقبل شفاعة. في الحالة الثانية لا تنفعها شفاعة، يوجد شفاعة، يوجد من يشفع، تقدم الشفاعة، لكن التفت جيدا، يوجد شفيع، يوجد شفاعة، لكن هذا الشخص المشفوع له فيه خصوصية، عنده ذنوب ارتكب من المحذورات التي لا تؤثر الشفاعة فيه، لا تنقذه الشفاعة، ربما لو كان لها تأثير فقط بعنوان التخفيف، بعض التخفيف، تخفيف لا يذكر، لا تأثير له مقابل شدة العذاب وطول فترة العذاب. التفت جيدا، إذن فقط أقول هل يرجع إلى هذا، لا يقبل منها شفاعة، لا يوجد، لا يتحقق أصل الشفاعة، يمنع الحديث عن الشفاعة وفي الشفاعة وبالشفاعة، هنا لا تنفعها شفاعة، تحصل، يحصل حديث بالشفاعة وعن الشفاعة وفي الشفاعة وتحصل شفاعة لكنها لا تنفع لهذا الشخص. وأيضا في العدل أيضا لا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل، فهل أيضا هذه ممكن أن ترجع إلى وجود اختلاف في المعنى؟ لا يؤخذ منها عدل، لا يوجد أي حديث عن العدل وعن أخذ العدل، لا يوجد أي فدية، لا يوجد أي بديل، لا يوجد من يتصدى لتقديم العدل. الحالة الثانية لا يقبل منها عدل، إذن يوجد عدل، يوجد من يقدم البديل، الفداء، الفدية، التعويض، يوجد حديث عن هذا، يوجد من يتصدى لهذا، لكن لا يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لأنه لا يناسب، لا يرتقي، لا يساوي، أو لمانع آخر ناشئ من ذنب آخر، من قضية أخرى، من فساد آخر، من موضوع آخر، الله العالم. إذن يوجد عدل، يتحقق حدث وقضية العدل وواقعة العدل والإعطاء والأخذ والعطاء، لكن لا يقبل منه، لا يكون بديلا عن ذاك، لا يكون مخففا أو لا يكون مزيلا لذاك، ربما يكون فيه بعض التخفيف، والله العالم. مجرد فكرة أنا أطرحها هنا أتت في ذهني. إذن عندي قال تعالى واتقوا يوما لا تزجي نفس عن نفس ولا يقبل منها، لا تزجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون في البقرة، وأيضا عندي واتقوا يوما لا تزجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أيضا في سورة البقرة. وقال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ثالثا ما يشير إلى أحداث ووقائع وآيات وقعت في الدنيا طبعا في أماكن في أحوال في أزمان مختلفة وعلى طول التاريخ. أيضا سنذكر العديد من الشواهد وطبعا بالتأكيد وبكل يقين لم نستوفي كل ما موجود. إذن ثالثا ما يشير إلى أحداث ووقائع وآيات وقعت في الدنيا. قال العليم الحكيم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال تعالى هذا الشاهد السابق في سورة هود. وقال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية في سورة الحاقة. وقال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا في سورة هود. وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا سورة فصلت. وقال تعالى يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين لكم الملك اليوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سورة غافر. وقال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين إنك اليوم لدينا مكين أمين في سورة يوسف. وقال تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أيضا في سورة يوسف. وقال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. أيضا ملاحظة أتت في ذهني الآن أسجل هذه الملاحظة أقول لذوي العقول لمن يدعي أنه يمتلك العقل ممن يتحدث بالعقل ممن يتقمص أنه عاقل ومن العقلاء خاصة أتباع المنهج التكفيري أصحاب منهج المغالطات ومنهج الالتقاطية والتشويش والتشويه والمجادلة والمغالطة الجهال المكفرين للمناطق ولأهل الكلام وللفلاسفة وللعقل والعقلاء وبعد هذا يتحدثون ويدعون أنهم عقلاء وأن الدليل والبرهان والكلام يتأصل ويتأسس ويعتمد على استحسانات وآراء عقلية يأتون بها من هنا ومن هناك بآراء واستحسانات واهية جدا. أقول طالوت جنود طالوت عندهم معركة عندهم حرب عندهم قتال عندهم عدو عندهم تجهيز عندهم حالة انذار عندهم مسير عندهم تدريب عندهم هجوم عندهم دفاع عندهم معركة عندهم اقتحام ويوجد نهر. هل يوجد من يأتي بجواب لماذا
منعوا من شرب الماء. لماذا؟ جيش وماء، وجود الماء وعدم وجود الماء ممكن أن يترتب عليه النصر والهزيمة، النصر أو الهزيمة. الماء سلاح في المعركة، ممكن أن يحقق النصر، ممكن أن يقلب النصر هزيمة ويقلب الهزيمة إلى نصر. لماذا يمنع هؤلاء من شرب الماء من هذا النهر؟ لا نعلم. الحكمة الله أعلم بها، العلة الله أعلم بها. على الجندي الإطاعة، على المكلف الإطاعة، على العبد الإطاعة. لا يدخل هنا التفلسف والمغالطة والسفاهة. هذا أمر الله، هذا هو كتاب الله، هذا هو قرآن الله، هذا هو كلام الله، نسلم بما جاء. ما هي الحكمة، ما هي العلة؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بها. إذن هذا هو الابتلاء، هذا هو الاختبار، هذا هو المحك في معرفة الإيمان الحقيقي. تسجد لآدم، تسجد لآدم، أما تعترض أيها التكفيري، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام عن المارقة وعن الخوارج وعن كلاب وخنازير النار وأنجاس وأرجاس النار، سيأتي الكلام عنهم. هؤلاء الذين يعترضون إمامهم، قدوتهم، نبيهم، ربهم، إلههم، يعترض على النبي، على أحاديث النبي، على القرآن، على الآيات القرآنية، على المعاني الثابتة، على الضرورات، كما اعترض إبليس على قضية السجود لآدم. هؤلاء يعترضون على أمر الله، يعترضون على أحكام الله، يعترضون على قول النبي، على فعل النبي، على تبليغ النبي، على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك حاربوا حتى عنوان المهدي، حتى عنوان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن محاربة علي سلام الله على علي وفضائل علي ومنزلة علي. إذن ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا؟ التسليم للأمر الإلهي. إذن الطريق الأول أن نعرف تلك السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو السبيل المؤدي إلى الله؟ أتعب، أجهد النفس، أبذل كل شيء وقصارى ما أستطيع من أجل أن أحدد وأشخص الطريق الصحيح، بعد هذا أسير في الطريق. إذن من أين أخذ؟ ما هو المنبع؟ ما هو الأصل؟ ما هو الرافد؟ ما هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عليك أن تحدد الطريق وتعرف الطريق. اتعب، اجهد نفسك في معرفة الطريق، إنه طريق الآخرة، إنها الحياة الآخرة، إنه الخلود، إنه البقاء، إنه الجنة أو النار. بعد أن حددت الطريق وإمام الطريق والولي في الطريق، تتبع الولي، تتبع الإمام، تتبع العالم، تتبع المجتهد. ونحن في هذا المقام عندما نأتي بهذا البحث وبهذه البحوث العقائدية، حتى يكون كل إنسان على بينة، حتى نعرف من هو المهدي وما هي قضية المهدي. ليست قضية المهدي هي عبارة عن ميليشيات وقتل وتقتيل وإجرام أو أموال ورشا ومناصب وسياسة واحتيال وسرقات وفساد. ليس هذا هو المهدي، سلام الله على المهدي. المهدي قدوة، قدوة حسنة. المهدي إنسانية، المهدي عدالة، المهدي رسالة، المهدي جنة، المهدي رحمة، المهدي عطاء، المهدي علم، المهدي إيمان، المهدي تقوى، المهدي إيثار، المهدي إنسانية، المهدي أخلاق. أما أرفع اسم المهدي وعنوان المهدي وأرتكب المحرمات والفساد وأفسد في الأرض، ما هو فرقه عن الذي يحمل اسم النبي واسم الإسلام واسم الخليفة الأول أو اسم الخليفة الثاني أو اسم الصحابة أو اسم أمهات المؤمنين؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يشوه صورة الإسلام وصورة الصحابة وأمهات المؤمنين والرسالة الإسلامية، وذاك أيضا يشوه صورة الإسلام وأهل البيت والرسالة الإسلامية. لا يوجد فرق بين هذا وهذا. هذا معول يهدم وهذا معول يهدم. هذا يخدم الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت، ولكن يخدم أيضا الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت.
إذن لا ننخدع بتسميات عنوان مهدي وأتباع المهدي وكتائب المهدي وجيش المهدي وسرايا المهدي وكتائب السنة وأهل السنة والصحابة وأمهات المؤمنين وأهل التوحيد، كلها عبارة عن عناوين زائفة ترفع وتستخدم من أجل الاسترزاق والاستئكال والخداع والتغرير بالناس. إذن ابحثوا عن الطريق، ابحثوا عن المنبع، ابحثوا عن العلم، ابحثوا عن الحقيقة، ابحثوا عن الطريق النقي الصافي الصحيح العلمي الشرعي الأخلاقي، لا نسير خلف العاطفة وخلف الشيطان وخلف الطائفية والمذهبية والقومية والقبائلية والقبلية. نعم، إن كانت هذه العناوين تصب في خط الرسالة الإسلامية وتكون مهذبة للأخلاق وللدين والإيمان وللتقوى، فنحن ندعو إلى هذا، ندعو إلى التمسك بالقومية والقبلية والمذهبية والطائفية. إذا كانت مهذبة للإنسان، مكملة للإنسان، مقومة للإنسان في طريق الإسلام، في طريق الرسالة، في طريق الأخلاق، في طريق الرحمة، في طريق الأخوة، في طريق الإنسانية. أما إذا كانت تؤدي إلى طريق الشيطان والقبح والفساد فالأخير فيها. يقول: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا هو الشاهد الذي بسببه أتينا بهذا النص من سورة البقرة. ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.